هذا وقد قام آلاف الحجاج البحرينيين برمي جمرة العقبة الكبرى ليواصلوا بعد ذلك قضاء بقية مناسك يوم النحر. ولمعرفة المزيد عن أوضاع الحجاج البحرينيين معنا عبر الهاتف من الديار المقدسة مراسل تلفزيون البحرين لبعثة الحج يوسف فولاذ. بداية، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. هل لك أن تطلعنا على أوضاع الحجاج البحرينيين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكيف سارت عملية تفويجهم إلى صعيد ميناء؟ بداية رحب فيك أخوي صالح ورحب بالمشاهدين وتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح التفويج أيضا من عرفة إلى منى. التهنئة موجهة للقيادة الحكيمة والشكر لها على دعمها للبعثة والشعب البحريني كافة. حقيقة التفويج من عرفة إلى مزدلفة كان حقيقة سلس جدا. التنظيم وأثر الأسورة الإلكترونية وأثر عمل رجال المرور ورجال الأمن في هذا التفويج، إضافة إلى التعاون الكبير الذي كان موجود من قبل أصحاب الحملات البحرينية، التزامهم بالإرشادات كان لها أثر كبير جدا في التفويج بشكل سلس. نعم، حقيقة كما ذكرت لم يكن هناك أي حوادث تذكر يعني تؤثر على سير الحجاج. ربما هناك بعض الأشياء الخفيفة مثل يعني بعض حالات الانهاك الحراري تم علاجها في موقع نعم يعني موقع عرفات. نعم نعم في هذا الإطار، كيف لمستم الخدمات والتجهيزات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية إلى كافة حجاج بيت الله الحرام؟ حقيقة هذه الخدمات التي يعني توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لو نظرت في كل الجوانب بداية من الطرقات من وإلى المشاعر وبين المشاعر عن طريق القطارات، كل هذه الأمور كانت هذا العام بشهادة الجميع وملاحظة الجميع يعني تأخذ وقت أقصر بكثير من الأعوام السابقة نظرا للتنظيم الموجود ونظرا أيضا للتعاون من الحجاج. نعم، بالنسبة لرمي الجمرات، المشروع الكبير والضخم بالطوابق الموجودة 4 طوابق لرمي الجمرات جعل هذا الأمر سهل جدا وتدافع أمر يعني انتهى من موسم الحج. نعم، الأسورة الإلكترونية أيضا نظمت الموضوع ودخل الحان لا يدخل الحاج إلا بالأسورة الإلكترونية، ويتم يعني فحص هذه الأماكن والدخول بمجموعات معينة وبترتيب. كل هذه الأمور حقيقة والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كبيرة جدا ولها أثر، وخاصة أيضا تعاون رجال الأمن والمرور الذين بذلوا جهد كبير جدا في تسيير الحجاج بين المشاعر. نعم نعم مراسل تلفزيون البحرين لبعثة الحج يوسف فولاذ، تقبل الله أعمالكم وشكرا جزيلا لك.